جداً. للأسف الشديد البرهان والمكون العسكري بدلاً من أن يكافي الذين أيدوا يوم 25 أكتوبر ويعاقب الذين ظلوا من 25 أكتوبر لليلة يصف هذه الإجراءات التصحيحية بالانقلاب ويسب الجيش ويسب الأجهزة الأمنية ويسب الدعم السريع ويسب الشرطة ويهدد في الأمن ويستقوا بالأجنبي ويتخابروا مع السفارات ويكشف ظهر الجيش ويدعو إلى تفكيكه ويحرض المؤسسة الدولية على عدم الدعم وعلى إيقاف المساعدات، بدلا من أن يعاقب هذه القوى المتماهية مع الأجندة الأجنبية هو يكافي هذه القوى بالحوار معها، بالبحث عن تسوية سياسية معها، ويعاقب تلك القوى الوطنية التي أيدت قرارات تخليص البلاد من أكبر كارثة، من مشروع استهداف القيم، من مشروع انتقاص السيادة، من مشروع تمزيق المجتمع، من مشروع تسييس العدالة، من مشروع تفكيك الجيش. ده موضوع بقى غريب جدا، وهذا الموضوع الغريب يجب أن تعمل القيادات السياسية والمجتمعية على إعادة قراءة المشهد بطريقة مختلفة، وإعادة قراءة هذه الشخصيات القيادية التي تقود المكون العسكري بطريقة مختلفة، لأنه ده موضوع بتاع شركة هتخسر، ولا موضوع بتاع جامعة ستغلق، ولا موضوع مثلا بتاع مشروع حيقفلوه، ده موضوع بتاع بلد ستضيع، موضوع بتاع بلد ستضيع تماما. طيب نحن في تسوية ما في تسوية، نحن تاني ما دايرين اي رسائل تضليلية تجي من المكون العسكري، مع المسافة والوقوف من مسافة من الجميع، وما عارف سنكون حكومة كفاءات وطنية مستغلة، وما عارف لا للتدخل الاجنبي، ونرفض الوصاية، وما حنسلم البلد الا لقوة منتخبة، وما حنسلم البلد، ده كلام كله شعر. لا، نحن دايرين قرارات، نحن عايزين قرارات. نحن سنطلق مواكب الكرامة دي، وإن شاء الله لن تتوقف هذه المواكب حتى نسمع قرارات، قرارات بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، نأمن الشخصيات التي ستتولى الجهاز التنفيذي أنها غير مرتبطة بأي مشاريع مناهضة لقيم الأمة، ما مرتبطة بأي مشاريع أجنبية، ما مرتبطة بأي مشاريع تنتقص سيادتنا، ما مرتبطة بأي مشاريع تفتت نسيجنا الاجتماعي، ثم يعلن عن موعد دقيق لقيام انتخابات حرة ونزيهة وإعادة السلطان للشعب. ده القرارين. تاني احنا ما دايرين رسائل، ما دايرين وعود. لم يبقي المكون العسكري لبنة في جدار الثقة بينه وبين الشعب الآن، بينه وبين القوى الوطنية. دايرة الرؤية دي تكون واضحة جدا عند كل القوى الوطنية، وتكون واضحة جدا. نداء أهل السودان أطلق مواكب استعادة الكرامة، لأنه حقيقة احنا أهمنا في سيادتنا، أهمنا في قيمنا، أهمنا في نظامنا الاجتماعي، وهنا في علاقاتنا الخارجية، وهنا قواتنا النظامية. نحن عايزين استعادة كرامتنا لشعبنا وجيشنا، استعادة كرامتنا لقوانا المجتمعية الحية وقوانا السياسية الوطنية، استعادة كرامتنا وسيادتنا. يجب أن تخرجوا في مواكب استعادة الكرامة. تاني الكلام بتاع ذول يقعد ينتظر ويكتفي باللايك ويكتفي بالتعليقات في الفيسبوك، والله أكبر وأردم القحاطة، وما ده ما بينفع. لو عملتوا كده أخوان البلد دي بتضيع. لو يوم السبت زول ناس طلعوا وناس قاعدين في بيوتهم دارين يعاينوا، طلعوا في الفيسبوك في موبايلاتهم وينزلوا تحت يكبروا، ديل كده جزء من ضياع البلد. كن أنت الصورة التي تشاهد، كن أنت الصوت الذي يهتف في الشارع فيسمع، كن أنت الحراك الذي تزلزل الأرض. إياك أن تجلس في بيتك أو في مكتبك لكي تراقب من 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 موبايلك هل خرج إخوانك، هل رفعوا رأسك، هل أعزوا دينك، هل يعني كفوا الشر عنك. لا 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 لا، كن أنت من يكف الشر، وكن أنت من يخرج، كن أنت الحدث، وكن أنت الصورة التي تنقل. ما في زول يقعد ينتظر لنا في بيته منتظر يعاين الناس طلعوا ولا ما طلعوا. والله العظيم يا جماعة احنا مدركين للخطر العظيم، خطر طمس الهوية الإسلامية في البلاد، خطر تمزيق الوحدة الجغرافية للبلاد، خطر تمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد، خطر انتقاص السيادة الوطنية للبلاد، خطر تقسيم السودان لخمسة دول، خطر تفكيك القوات المسلحة، خطر ضرب التيار الوطني العريض. ده خطر ماحق وخطر مخيم الآن على البلاد. إذا ما خرجتوا واجهتوه ستندمون غدا، ستبكون على بلد ضيعتموه وعلى بلد لم تحافظوا عليه كما حافظ الرجال على بلادهم. ده موضوع يكون واضح. أنا عايز أئمة المساجد والدعاة والخطباء غدا اجعلوا منابركم تزعر بالدفاع عن هذه البلاد،
اجعل منابركم تزعر برفض أي تسوية ثنائية تعيد هذول المغول الجدد هذول العملاء والخونة إلى سدة الحكم. من منابركم حرضوا المصلين معكم للخروج يوم السبت، لا يتخلفن منكم أحد. القادة المجتمعيين، القادة السياسيين، القادة المهنيين، القادة الرياضيين، القادة الثقافيين، القادة الفنيين، القادة التعليميين، كل القادة في كل مكان، أنتم مسؤول عن حماية هذه البلاد، وأنت مسؤول عن حفاظ سيادة البلاد، وأنت مسؤول عن حفاظ القيم البلاد. نحن نواجه مشروع يهدد وجودنا، نواجه تحدي وجودي. ما في زول يقعد في بيته يا جماعة، كلكم تطلعوا يوم السبت ودايرين كل منابر الجمعة بكرة دي تحرض الناس على الخروج. أسمعوا مني الكلام ده، ما تسمعوا رسائل يقول لكم لا ما في تسوية ولا أي حاجة وما في أي حوار ولا أي شيء، والمكون العسكري زي ما قاعد يتحاور بعدك حيتحاور مع دين. لا ما حيتحاور مع دين، ما حيتحاور مع دين. ياسر عطا قال شنو؟ قالوا له يا أخي أنت ما التسوية دي هل بتشمل الناس التانين؟ قال نحن بنعمل تسوية مع المخالفيننا. عارف ليه؟ لأنك أنتوا كنتوا بتقدموا له دعم مجاني، دعم من غير ما تقول يا ياسر عطا تعال. نحن ما حندعمك إلا واحد تعلن كفاءة وطنية، اثنين تحافظ على سيادة البلاد، ثلاثة تطرد أي سفير ينتقص سيادتنا، أربعة تحافظ على هوية البلاد، خمسة تحدد وقت انتخابات بتين. كانت عبارة عن دعم ساذج، عبارة عن دعم مجاني. ما في دعم مجاني. إذا أراد المكون العسكري أن تظل القوى الوطنية داعمة له، يجب أن يكون بمقدار هذه القوى الوطنية ومقدار تطلعات هذا الشعب. أيها الأئمة والدعاة، أيها القادة الأهليون والسياسيون، ادعوا جماهيركم وقواعدكم وكم كل من لكم عليه تأثير للخروج مواكب الكرامة. مواكب الكرامة ليس لن تكون السبت فقط، ليست هي موكبا واحدا ولا يوما واحدا ولا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ستتواصل مواكب الكرامة حتى تسمع قرارا واضحا بتشكيل حكومة كفاءة وطنية من شخصيات نأمنها على ديننا وعلى هويتنا وعلى ثقافتنا وعلى سيادتنا وعلى وحدتنا وعلى انتقال سلس وآمن وعلى قيام انتخابات حرة ونزيهة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.